خوتي السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. سوق 3 زرع الاخوان بتاريخ 27/12/2022. شوفوا اثمنه ديال الخربه كسابيه والبزاريه تبارك الله. نبداو بهذا البركه هذه هنايا. هذه راه تبعت شحال الريس باش تبعت هذه؟ والله ما نعرف اخويا. ما عرفتيش؟ المهم قول لي راه تبعت، راه مرشومه. الله يجيب تيسير يا رب. تبارك الله ولا ما كاينش. شحال خلينا هنا؟ خويا تبعت تبعت الله يسعدك. 17 قل 200 14 قل 200 700 قل 10 دار. منين المرقد هذه؟ هذه صفرو صفرو. مرحبا بالناس. تبارك الله متابعين وصفروا كثار. اي يا بعدا موجودين. شنو من قناة؟ راعي الغنم. راعي الغنم. راعي الغنم الاطلس المتوسط. تبارك الله. 690 درهم باش تبعت. وكي داير القضية تما طاحت شوية شي واحد؟ الصفرو طاحت تبارك الله روح. الحمد لله. دابا التمن الخروف مطلع التمن. الخروف كاين التمن. التمن فيه. كل شيء. الله يجيب تيسير. اللهم امين. الله يسهل اللهم. تباعس اخويا. تباعس. رايس تمخل عليك. الله يسخر الله يسهل الامور. كي داير السوق؟ اسيدي ما خايفش زويد الحمد لله. فاش بقات هاد البركه؟ 11 تبارك الله. 575 575 شحال قلتوا لها البيع؟ 13 البيع ديالك 13 650 يجيب الله تيسير. الله يسخر الله يسخر. 650 باش قطع الله. السلام عليكم الرئيس. الله يسخر. وتابي شعطوه هنا خويا؟ 9000 450 ديال هنا ديال الازرو ولا انه؟ جهه الحاجب. جهه الحاجب تبارك الله. 450 درهم. شحال قلتوا لها البيع؟ 10000. الله يجيب تيسير. الله يرحم والديك. قطعه وحده تبارك الله. الله يسهل الله. 450 درهم يعطى السوق قطعه 500. الله يسخر. الله يسخر. الرئيس تبارك الله عليك. الله يسخر. الله يسهل الله. شحال عطاوك هنايا؟ خويا سامعين 11400. 11400 570 درهم تبارك الله. شحال قلتي لها البيع؟ هو كان كلهم 13 650. كيف داير السوق الخروفه؟ ايوا مويان شويه الغليظه هي اللي كتمشي. الغليظه تتباع الناس يديو على حساب العيد. لا لا غير على حساب الذبيحه على حساب الكزاعر. والله يجيب التيسير. الله يسهل الامور. الله يسخر. تبارك الله. الخروفه موجوده الحمد لله. خروفه غليظه هنا ديال البو علي تبارك الله. البو علي تبارك الله عليك. الله يبارك. الله يسخر. كيسبتي لاباس؟ اش عطاوك هنا البو علي؟ 16. جملة؟ لا غاد جوج. تبارك الله. 16 800 درهم تبارك الله عليك. لاباس 800 درهم 16 تبارك الله. هانيا شي بخير ناخذ هادي اخويا البو علي شحال عطاك؟ عطاونا 14000 هذيك مع هذيك جويجات. جويجات 700 درهم. وهذوك اللي مليح؟ عطاونا سيدي 11000. هذيك اللي مليح بوحدها؟ بوحدها هذيك درتها مليح 700 درهم. وبيع للناس بيع لهم الله يسخركم. الله يجيب التيسير. 700 درهم تبارك الله. هادي وهادي 700. هادي عطاها 11550. هادي 11 حامد اللي عطاو فيها 11550. ها؟ ما تبيعوهاش؟ إيوا شحال قلتوا لها البيع شحال؟ عطا 11000 وقال لك ما نبيعهاش ب 11000. حنا الإخوان تنصورو دابا غير شحال عطا السوق. ما البيع ما سولناش شحال عطاو. دابا هنا كاين معاه الشاري تجي ناقصة تقول له شحال البيع. بحال زوتا. اللهم يسر. المهم المعلومة نوصلوها وهذا ما كاين. 700 درهم عطاو. وهنا 550. تبارك الله تا الخروف موجود الاخوان. الخروف تبارك الله تا هو موجود الحمد لله. هذه هنا غير الثنيه. يلاه ايوا
ولي غادي يزيد هادي تبارك الله راه تبعت. السلام عليكم. الله يسخر. شحال باش تبعت هادي؟ هاديك اخويا تبعت 12 قل 200 590 درهم. تبارك الله با جواد الله يخطيك الله يحفظك. السلام عليكم. هاني اخوانا بخير الله يحفظك. كي داير السوق الخروفة؟ اخويا مابيش مابيش الحمد لله تبارك الله. شحال فاش بقات هادي؟ 10 و200 500 و10 درهم. تبارك الله. عندك التينيس 13800 تبارك الله. هادي فيها التنيات. هادي فيها 6 تنيات و10 ديال الخروفات. الخروفة وكاينين 3 تنيات. شحال قلتي عطاو فيها؟ 13800 700 قل 10 درهم. هادي بعناها ب 24 امورات. تبعت شحال باش تبعت؟ 24. تبارك الله. هنا كاين المليح هذا دار بزاف. ديك سلاله بلديه. هذه بلديه 24100 ديال الكيكو الاصلي. نيت الكيكو الكيكو الاصلي هذا علتو على يديكم. اه تبارك السلاله نيت بنت النعجه. بنت النعجه هذه ديال الغنم ديالكم. ديال الغنم الاصليه بلديه نيت ديال الله يسخر. الله يسخر. مازال عندك شي حاجه اختها ديال لا ماشي ديالي اصلا من الاخر من السلالة ماشي ديالي هما كاين جاري نيت جاك صوالح الحاصل ديال الحواله اللي فوق 18 عام ولا 20 هز السلالة. هز السلالة هو ما دخلش لانوط. ما دخلش لانوط باقي خدام غير في البلدية. غير البلدية صافي يجيب الله تيسر. الرئيس تبارك الله عليك الله يسخر. اش بقاو هذا؟ 14 تبارك الله 700 درهم. اللهم يسير. شحال قلتي لهم البيع؟ قلت لهم 14 ونص 725 باش تقطع. اللهم يسير. خير موجود الحمد لله الاخوان. سوق 3 زرو بتاريخ 27/12/2022 اتمنى الخروفة اتمنى يعجبكم الفيديو. بالنسبة للناس اللي تيتفرجوا اول مرة تفاعلوا معنا في القناة تخليهم يوصلوا. شحال الرئيس مشاو هادو؟ 13 ونص الله يخطيك. 675 شحال هاد الزويجات اخرى؟ 28 1400 درهم. اثمنه حقيقيه تبارك الله 1400. اللهم يسر.